في الحقيقة الأمر تكهنات، البعض يعتبر أنه قد يأتي في سياق الضغط القائم، لكن أنا أستبعد جدا تكرار سيناريو التوغل البري الكبير كما جرى في العام 1978 أو في العام 1982 أو حتى في العام 2006. قد نشهد عمليات توغل محدودة، قد نشهد عمليات إنزال. الهدف من التوغل أو الهدف من الضربات هو بنظر إسرائيل أن تضمن عدم تشكيل حزب الله خطر عليها، نعم فإن رأت أن ثمة حاجة قد تقوم بتوغل، ولكن الأكيد هو محدود، لأن إسرائيل تعرف أن فاتورة التوغل ستكون كبيرة. يعني حزب الله في القتال المباشر لديه من الخبرة ومن القدرة، كما أنه في موقع الدفاع ما يسهل عليه عسكريا أن يصيبها بضرر أكبر، لذا قد تتحاشى ذلك طالما أنها تحقق أهدافها في الضربات الجوية وفي الاغتيالات.